السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا ومشاهدينا. معلومة في دقيقتين من النادي الملكي. المعلومة اليوم عن سؤال الناس كلها بتسأل، ليش لاعبين كمال الأجسام عندهم جسم من فوق حلو، باي تراي صدر كل عضلات حلوة من عدا الأرجل، يعني ماشي من فوق حلو بس من تحت زي عودان القصب؟ الجواب بكل سهولة انهم بيلعبوش رجلين، لا بيلعبوا عضلات الأرجل، لكن ربما انهم بخصصوا لها يوم كل اسبوع او اسبوع ونص. والسبب الثاني واللي هو اهم انهم ما بيضغطوش على عضلة الرجلين بالتكرارات اللازمة. عضلة الأرجل ليست كأي عضلة اخرى في الجسم، كما يعلم انه الأرجل هي اللي بتحملك طول النهار، انت بتمشي وبتروح وبتيجي وبتطلع وبتنزل كله على رجليك، فالرجلين متحملات ضغط كبير 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 وقوة تحمل عالية. لما انت تتمرن وما تصلش لهذه القدرة ان الرجلين ينضغط عليهم زيادة عن اللزوم علشان يصير هدم في الأنسجة العضلية، معناته مش حيصير البناء المرجو من هذه العضلة. ولذلك اغلب اللاعبين بيجي بحط اوزان وكتر كتر كتر وبيجي بيشيل لي ضغطة وتنتين وتلاتة وبقول لك انا بدي ابني رجلين. للأسف انه هذه العملية هان بتقوي عضلة الأرجل، عملية قوة العضل، القوة العضلية. القوة العضلية مش حتسوي، حتزود قوتك مش كتير لكن مش حتبني لك عضلة الأرجل. عضلة الأرجل كما قال توم بلاتس، توم بلاتس في زمن الثمانينات تقريبا كان عنده أفضل عضلة أرجل في هذاك الزمان، يمتلك عضلة أرجل في الثمانينات كأنه موجود إيش في هذا الزمن. ليش السبب؟ كان يقول عضلة الأرجل تحتاج إلى أكثر من 20 تكرار، يعني في الجولة الواحدة كان يجيب أكثر من 20 تكرار في أوزان مناسبة، أوزان المؤثرة على العضلات، يعني مش يحط 10-10، لا هو بحط الوزن اللي بيقدر فيه يكرر 20 تكرار حتى يتم هدم الأنسجة العضلية ومن ثم البناء. يعني عضلة الأرجل غير العضلات كلها تحتاج إلى حمل وتحمل عضلي، مش بس تكرار وتكرارين كأي عضلة أخرى. طبعا كانت هذه معلومة اليوم من النادي الملكي، بنتشرف بزيارتكم وأهلا وسهلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.